قصر إقامة رئيس المخلوع في سيدي بوسعيد لم يكن للإقامة بقدر ما كان قصرا لإخفاء ما نهبه هو وعائلته من أموال ومجوهرات خيالية اكتشفتها في قصره لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة. وهذه الصور التي ستشاهدون تنفرد بها أنباء التلفزة التونسية الوطنية. قصر إقامة الرئيس المخلوع في سيدي بوسعيد كان يقيم فيه هو وعائلته بعد أن جعل من قصر قرطاج مقرا للعمل فقط، وأي عمل؟ قصر إقامة يقولون، ولكن في الحقيقة قصر لإخفاء ما سرقه الرئيس المخلوع وعائلته من أموال الشعب. القصر دخله أعضاء لجنة تقصي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد، ووجدوا داخله العجب العجاب، أموال بالمليارات ومجوهرات بالمليارات تنظر إليها ولا تصدق أنها أمام أعينك. الانطباع الأول الذي يقفز إلى الأذهان هو أن الرئيس المخلوع عائلته خصصوا كل وقتهم وجهدهم لجمع المال والمجوهرات الثمينة. قلت لجمع المال والمجوهرات، والأصح لسرقة المال والمجوهرات. شاهدوا وتمعنوا وانظروا ماذا فعلوا بتونس وبخبز شعبها. من البنك المركزي التونسي. هذوما ظروف مغلقة تحمل أموال فيها أرقام مبدئيا كما الظرف هذا فقط 500 دينار ظروف أخرى تحمل أموال مفتوحة. شوف لتحت نور الدين. اللي لحد الآن اكتشفنا أموال ضخمة جدا، أموال تونسية وكذلك أموال أجنبية ومجوهرات عديدة ليس لي علم بقيمة هذه المجوهرات، ولكن أتساءل هل هذا كله لعائلة بن علي أم هل أن هذه الجواهر لها تاريخ؟ وعلى كل هذه الثروة، وهي ثروة هائلة كثورة بدون شك، ستودع اليوم في البنك المركزي وتؤمن، وبدون شك هذه الأموال طبيعي أنها ترجع للشعب التونسي. أموال بالمليارات ملفوفة تماما كما جاءت من البنك المركزي، عليه اسم البنك والتاريخ. الأموال تأتي من خزائن البنك المركزي مباشرة إلى قصر إقامة الرئيس المخلوع وعائلته بسيدي بوسعيد. أموال بالدينار وأخرى بالعملة الصعبة، اليورو والدولار في الطليعة، وبعدها عملات أخرى حتى اللبنانية والتركية. ما عندكش فيهم. هذا شو باش نثبت السياسه؟ لا مش تو ثبتوا، بعطيني ثبتوا. يا الله، انسيان باسبور ديبلوماتيك فامي سوفينير. حط خليها نوريها بربي، خليها. سي با امبورطون. لا سي بلغاريا. هذوما هذا بلغار زاد. هذوما الوحيد نتاع سيرتيفيكات غارونتي. ما فاتتش ولا خليها نمشي لهم. نمشي السبب شنو معناتها؟ كان رجعنا شويه فلوس. دوما هاي شوف دوما 500 يورو دوما. هل هذا شيء شديد؟ هي بدون شك ثم خزائن
تغطي خزائن حديدية دي كفر فار كبيرة الحجم، البعض منها مليان تماما بالفلوس والبعض ينقص بعض الشيء، ولكن أموال طائلة طائلة. في النهاية يعني بعد ما تحفظ هذا في البنك المركزي والمجوهرات ستحفظ كذلك في البنك المركزي، يعني بتباع باش يكون هذا ما 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 كان للشعب يعود للشعب. نحن نقوم بالعمل حسب إجراءات قانونية بحضور عدول إشهاد وبحضور أعضاء اللجنة، ونودع لدى البنك المركزي كل هذه الثروة، وفيما بعد السلطة المعنية بعد أن تنتهي اللجنة من عملها في هذا القصر بدون شك هي مؤهلة قبل غيرها لإعطاء هذه الثروة الأبعاد التي تقتضيها. هل هناك قصور أخرى سيتم يعني العمل فيها في إطار اللجنة؟ الله يكون في عوننا، ثم قصور ثم ممتلكات عديدة، ولا ونسأل الله القوة والصبر والمثابرة. المصوغ والمجوهرات على كل لون وشكل، وساعات ثمينة وثمينة لا تقدر بثمن، من أين جاءت كيف جاءت التحقيق سيثبت الحقيقة. هذه ظاهريا مكتبة تعتقد أن الرئيس المخلوع وعائلته يطالعون نفائس الكتب، والحقيقة أن المكتبة هي للتمويه، فما وراءها مال ومجوهرات مخفية بل مسروقة. هذه الأموال الملفوفة هي من البنك المركزي مباشرة، وهناك أموال من بنوك أخرى، وهناك ظروف وضعت بداخلها مبالغ متفاوتة من 500 دينار إلى 10 ملايين. الأكيد أن الرئيس المخلوع كان يهبها إلى من يريد، وهي مخصصة للمكافآت على ما يبدو. مكتوب على الماسو اجون تور العمله المصريه. اش قولك خليوه نحلوه ساعه العمله المصريه. مزيان مزيان هذوما السات يا سات هذه فرانسويس اوروبيس. خبراء من البنك المركزي التونسي وموظفون جاءوا لعد الأموال على أن يكشف المبلغ لاحقا، والأكيد أنه خيالي وأكثر من الخيالي. كل هذه الأموال والمجوهرات تحفظ حاليا في مخازن البنك المركزي في انتظار معرفة مصيرها. الأكيد أنها ستعود للشعب لتوظف في أعمال التنمية. أعرف فقط ماذا كان يفعل الرئيس المخلوع وعائلته بالبلاد والعباد.